بهذه الكلمة بدأت أولى جلسات المحاكمة الشعبية لمرتكبي الجرائم من ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية بحق المدنيين من أبناء مدينة تعز. تهدف هذه المحاكمة إلى التعريف بالجرائم والتعريف بالمجازر المرتكبة ضد مدنيين في محافظة تعز، وكما تهدف هذه المحاكمة إلى إعداد ملفات حقوقية ناضجة تحفظ حقوق الضحايا وتعمل على تقديمهم للمحاكم الدولية المتخصصة. وقائع الجلسة الأولى تم فيها مناقشة قضية أطفال الوائتات الذين استهدفتهم قذيفة هاون في حي الضبوعة، وبحضور أهالي الضحايا والشهود على تلك الجريمة. أقسم بالله العظيم أشهد بالحق، أنا أشهد بالحق، وكم الأطفال يعبوا ماء قبل والدنا. ولغياب المتهمين في القضية تم تنصيب محام لهم من قبل المحكمة حتى يتم البدء بالمحاكمة. نرجو الانضباط. المحكمة تقرر تنصيب المحامي جمال الربيعي عن المتهمين الفارين من الأول وحتى الثالث. تثبيت الاتهام على المتهمين بعد البحث والاستماع للشهود والدلائل وإرفاقها في ملفات سيتم رفعها للمحاكمة الدولية بحسب ما جاء في كلام القاضي في نهاية الجلسة الأولى للمحكمة. رفعت الجلسة. في قفص الاتهام صور المتهمين بارتكاب المجازر بحق المدنيين من أبناء مدينة تعز في أول جلسات المحاكمة الشعبية، فيما يأمل أهالي الضحايا تقديمهم للمحاكمات الدولية من أجل العدالة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.